نمر نعيد مرورنا على القصيدة لنعرف بعض المفردات. حسنا، أدال الله جلق من عداها وأحسن عن أضاحيها عداها. أدال، أعربي أدال يا بتول الموسى. فعل ماض مبني على الفتحة الزاهرة على آخره. أحسنتي. الله ساجدة، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره. أحسنتي. جلق يا أحمد، مأمور به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسن. من عداها وأحسن عن أضاحيها عزاها. من يعرب عزاها؟ أنت. أنا. نعم يا نجلاء. مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نعم، الهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فكم حملت عن العرب الرزايا، كذاك الأم تدفع عن حماها. الأم. نعم يا هبة. مرفوع علامة الضمة الظاهرة. إذن الأم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جملة تدفع بين قوسين، ماذا نعربها؟ أنا أسف. في محل خبر. إذن جملة تدفع هنا جاءت في محل رفع خبر لكلمة الأم. مضت عشر عليها حالكات. حالكات يا أحمد. مضت عشر حالكات. صفة مرفوعة على آخره. أحسن، صفة مرفوعة لكلمة عشر. عشر حالكات. كقطع حلا. حلا ياسين. كقطع الكاف حرف جر. جر مجرور. كاف حرف جر قطعي اسم جر مجرور الكسر الظاهر على آخره. مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. ليل لم يكشف. يكشف دجاها. من تعرف الكلمتين يكشف دجاها؟ نعم يا يمنى. يمنى. لم حرف جازم. يكشف فعل مضارع مبني للمجهول. نعم. لم حرف جازم. يكشف فعل مضارع مبني للمجهول مبني على السكون الظاهر على آخره. نعم. ودجاها نائب فاعل. أحسنت يا يمنى. إذن يكشف فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون دجاها، لأنها جاءت بعد الفعل المبني للمجهول، نعربها نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أيوسف والضحايا اليوم كثر، ليهنك كنت أول من بداها. أيوسف. أعربي يا ساجدة. أنسي. الهمزة حرف نداء، يوسف منادى، منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء، وهو مفرد علم. أحسنت يا ساجدة. والضحايا اليوم كثر. اليوم ماذا نعربها يا حلا؟ كلمة اليوم مفعول فيه ظرف الزمان منصوب على نصب الفتحة الظاهر على آخره، متعلق بالصفة المشبهة كثره. ممتاز، بارك الله بك. إذن اليوم مقول فيه ظرف زمان منصوب ومتعلق بالصفة المشبهة كثر. كثر الضحايا كثر. ما إعراب كثر؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. إذن الضحايا مبتدأ وكثر خبر. ليهنك كنت أول من بداها. أول. نعم. نعم يا نجلاء. خبر كان منصوب علامة نصبه الظاهر على آخره. خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. أحسنتي. زكى نبت البلاد وليس بدعا. بدعا يا بتول أعربيها. زكى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر،
نبت فاعل، البلاد مضاف إليه. نعم، أنا قصدت إعراب كلمة بدعاً. بدعاً هنا خبر ليس منصوب. ليس بدعاً، هنا كلمة بدعاً هي خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. زكيات الدماء كانت حياها. زكيات، هنا بننتبه على إعراب زكيات، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين الخبر؟ إذا قلنا أن زكيات هي المبتدأ، أين الخبر؟ جملة كانت حياها. جملة كانت حياها، كانت حياها جملة اسمية في محل رفع خبر. فديتك قائدا، قائدا حال منصوب على نصب الفتحة. أحسنتي، حال منصوب، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. العروبة، غضبت لأمة منها مع الدن فأرضيت العروبة. العروبة مفعول به، مفعول به منصوب، مفعول به منصوب على الفتحة الظاهرة على آخره. مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة على آخره. فيا لك راقدا، ماذا نعرب راقدا؟ حال منصوب بالفتحة. ما شاء الله، ما شاء الله، طلاب اليوم مميزين، الكل متفاعلين، أشعر كأنني موجودة معكم في الصف فعلا، بارك الله بكم. فيا لك راقدا نبهت شعبا وأيقظت النواظر من كراها، ويا لك ميتا أحييت منا نفوسا، نفوسا. نعم يا أحمد. مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. لا تقر على أذاها، هنا اللا. لا نافية، لا عمل لها، لا نافية. تقر فعل مضارع مرفوع، اللا نافية لا عمل لها. تقر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. سمت بك للمعالي نفس حر، نفس. يا إيمان، ما سمعنا صوتك اليوم؟ فاعل مؤخر وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وحر مضاف إليه. لقد كانت منيتها مناها، نريد إعراب كامل الشطر الأخير من البيت الأخير. لقد كانت، لقد اللام واقع في جواب قسم حرف تحقيق. كانت فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء، تاء تأنيث الساكنة، حرف لا محلها من الإعراب. منيتها اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر إضافي. مناها خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر إضافي. أحسنت يا نجلاء، ممتاز. إذن قد حرف تحقيق، اللام للقسم موطئة للقسم، قد حرف تحقيق، كانت فعل ماض ناقص، والتاء تاء التأنيث الساكنة، منيتها اسم كان مرفوع بالضم الظاهر على آخره، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، وكلمة مناها هي خبر كان منصوب والهاء أيضا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أشكركم طلابي. إعراب للمعالي، إعراب للمعالي، اللام حرف جر، المعالي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء الاتقال، نقدرها الاتقال لأنها لا يمكن أن نلفظ الياء الكسرة على الياء تصبح لفظها ثقيل. وأنت كنت متخربطة، مفعول به ولا اسم مجرور؟ هل المفعول به يسبق في حرف جر؟ مجرد ما كان عندنا حرف جر الإعراب واضح كعين الشمس، اسم مجرور حروف الجر واضحة. أيضا أي سؤال يخص الإعراب أو يخص الدرس أو النص بشكل كامل؟ أنسى شو إعراب مضى؟ إعراب مضى،
في البيت الثالث أول كلمة. أنت أنا بعربة. تفضل عربيها. مضت. فعل ماضي فعل ماضي مبني على الألف مبني على الألف المحذوف والتاء لا محل لها من الإعراب. انتبهوا لعندي مضت هي أصلها مضى. الفعل مضى. مضت هي الفعل مضى الذي انتهى بحرف العلة الساكن الألف، ولكن عندما التقت بتاء التأنيث هنا لا يمكن في اللغة العربية أن يلتقي ساكنين، لذلك حذفت الألف من أجل التقاء الساكنين. في الإعراب نقول مضت فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب.